نجح السجناء في البحرين في إعادة تسليط الأضواء على انتهاكات السجون التي تعد الأكبر في العالم العربي من حيث كثافة السكان. السجناء الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 9 سبتمبر اختاروا أن يكون إضرابهم تحت شعار لبيك يا حسين، تأكيداً منهم على مطلبهم الذي لا تنازل عنه بحقهم في إقامة الشعائر الدينية وإحياء ذكرى عاشوراء. روى السجناء في مكالمات هاتفية مع البحرين اليوم تفاصيل من الانتهاكات التي يعانون منها، بما في ذلك حق العلاج والتعليم والزيارات العائلية، إلا أن سجناء الحرية أبوا إلا أن يكون مطلب حرية الشعائر الحسينية على رأس مطالبهم الحقة، وأن الاستمرار في المنع لا أساس له. فإذا متى يتم انتهاكات الحريات الدينية؟ أمن بأن شهر الحسين عليه السلام على الأبواب. وهي رسالة تؤكد وعي السجناء للمخطط الخليفي في مواجهة ثقافة السكان الأصليين ووجودهم الديني، كما يعبرون بذلك عن تمسكهم بالأهداف التي ضحوا من أجلها زهرات أعمارهم في غياهب السجون. هي تضحيات لا ينساها أهالي السجناء والمواطنون الذين رفعوا صوت المعاناة والحرية داخل سجون آل خليفة، وسجلوا مواقف التحدي والصمود جنبا إلى جنب إضراب السجناء، وهو صوت حمله الأحرار على عاتقهم في كل مكان، وتردد صداه على مسمع حكومات العالم التي لا تزال تغض الطرف عن سلسلة الانتهاكات في البحرين. هذا الشهر بدأ سجناء الرأي في سجن جو إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على التعذيب والمعاملة المهينة والحرمان من الرعاية الطبية.